فكر وارضح ويا علي الدلوين، فكر وافرح ويا علي الدلوين، فكر وارضح ويا علي الدلوين، فكر وافرح ويا علي الدلوين. عنده هدايا هواي يهديها لكم، من قناه اشهر مليانه فرح فيكم. اسعد ايامك ويا علي الدلوين، اربح هدايا ويا علي الدلوين، ويا علي الدلوين، ويا علي الدلوين. فكر فكر واربح، فكر فكر واربح. صندحيح. ومن جزيرة بغداد السياحية أحييكم أحبتي المشاهدين، وأقدم لكم حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامجكم، البرنامج المنوع المحبوب، برنامج العائلة العراقية، برنامج فكر واربح. ومن جزيرة بغداد السياحية، فد مرة كان عندي تاكسي أشتغل بيها، فأشر لي واحد من باب الشرجي سكران، قال وين؟ قال القلنطوزة مع الحرية. فأول ما صعدنا نام هو، وصلنا قلت له يلا انزل. وصلنا كان أنا اتفقت وياه، هو كروته دينار نص بوقته، فقد قال دينارين صعد هو. فمن نزلنا قلت له وين كروة؟ قال يا كروة. قلت له أوقف أوقف، مديت يدي على البوكس الحديد، ما موجود بوكس الحديد. زين قال انزل ليه؟ قلت له لا ماكو شيء. طلع البوكس الحديد ماكو انضرب دوري. أبوني معدي. أنا مرة كنت بباب الشرجي جاي، يعني وصلت الباب المعظم بالسيارة، يعني يا مك سيارة جديدة بعد. ما عندي بس هاي الإيدي رحم وادي. يعني يا مك سيارة جديدة أوبل بعدها بالباكيت. قال يا بتنزل منها؟ أنا قلت لا حنزل منها. نزلت منها، جاء أبو تاكسي كان يدعمها طيارة للباب. طيب هو قال لي يابا أنت اليوم لازم أخسرك. قلت له ليش؟ كان يقول هاي سيارة جديدة أنا استوني ما أخذها، وأنت طيرت لهاي الباب. أنا قلت لك انزل منها، أنت ليش تنزل منها؟ قال لي والله اليوم لو هويتك لو تدفع فلوس التصليح. قلت انا هويه مش هايل. قال عاد اوديك للانضباط. جاء الانضباط من هناك، قال عم تعرف تصل بناتنا هذا رقم السياره؟ قلت له عم انا يعني ركبت ويا ركاب من هناك جيت، وهذا تشلب بيه حوش يعني استخبارات امني دا ياخذ هويتي. قال هسه افصل بيناتكم. كما شلبوا التاكسي غرمه، وكان يقول عاد انا جيتك من هناك لهنا على اساس يعني تاخذ من عنده فلوس، انه ابو هيك سويت. وكان يقول شلون هسه؟ قال له عم انت تتغرم وهو يروح لهله. قال له انت، وقال له هاي فلوس يعني السياره، قال له انت تدفعها. وكان يقول انا سياره جديده لازم تاخذ ذبوه بالسجن. اي يابا يعني هذا الموقف، هذا ابو التاكسي. ها ساحة الصودا عن الموقف هذا الطريف. اكو مرايه تريد تسبح. ايه هذا الجني طاب بالحمام. ايه راحت على الدكتور قالت له شلون افوت اسبح والجني بالحمام؟ قالها غيب يوما غابت يومين. طبت الحمام كان الجني يقولها قالوا وين الغايب علي يومين. شلون جني هذا يخبر؟ اذا جني غني قلب لا عاد الجني ايش راح تغني؟ ساعة الصوت صديقي باق محفظتي. ليش باق محفظتك؟ بس قول لي الله عليك ليش عجب باق زين. وقهرني بس قهرته وما بيها فلوس. وقهرني شاف صورة صاحبتي قهرني، بس شاف صورة زينة وقهرته ان طلعت اختي. ها ساحة الصوت اخو بزه وما يدري. ما اعتقد صحيحة. ما اعتقد صحيحة. مو تعالوا كباب يمينا تعالوا. قل لي اسود سواد الليل والزلف اخضر، جسمك جلد روغان والريحة عنبر، عم تمشي هم تقلاه هم شيخ محشي مثل الذهب يا ناس بالسوق يمشي. الله اكبر. اخو ما مرتاح؟ لا مرتاح. مرتاح مرتبي كابو نور يريد يوقع من البرج. شكرا يا ابو نور. ما ردت احبك حاولت، من لفظة اسمك حاذرت، كلمة شلتها من الحكي ومن اللسان خفيتها، بيبان روحي مقفلة وعلى لا احب سديتها. صلفة منيات ارادتك سألتني عنك، بصمت كلش ولا حاجيتها، قالت لي وين وجاوبت ما أدري ما دليتها. ما ردت أحس حبك لأن قبلك الروح انطيتها، والخاطرك رح تأتذر منيت بيها الخاطرك، مثل الطفل لمن يمن بحاجته، وياك عز ناس ينتهوا ما ردت أحس بعاسته، والخاطرك رح تأتذر منيت بيها الخاطرك،
مثل الطفل يمن بحاجته. تذكر من شنت تأتنيني بلهفتك مشتاق حتى تشوفني، وتلقاني روحي مشققة ولمسات ايديك تروفني. تتركني هسه قررت ينطيق قلبك ننتهي وبس بالأحلام تشوفني. لا مو صدق، خلينا من هذا الحكي. بتشوفوني سولة على البكي وصياد قاعد بالجفن للدمع شايل فالته. وياك عز نازل انتهى وما تحسب. أنا ابن أخوي اسمه حمزة، أبوه إجا قام يغني له حموزة ياكل موزة. هو شرد عليه يقول له بابا أنا موزة واحدة ما تكفيني، أريد اثنين. يقول له شي يفيد ولما من بعد تعودت على الفرقة يومية كنت احترق من يرجع اشيلقة الباب سمع يدق والباب صار بعيد والسانة قوم وطحت ما تجنم والإيد. ومين عندي قلب يتحمل الملقة، ويا ريتني كل متت موتني ونص ونص. سمكة وبعدني بنهر وبحلقي كله بشص، لا من قط لا من صرعني ومتت ولا من قطع شصة. وما بين موت وحياة وتعلعل القصة سواها جر الحبل لعبة وحلت بيده. والروح تاخذني إلا وتطيح مني ده. بفراقة ظليت بآخر نفس وظلت بعد شهقة ضميتها جيتة واشهقها بالشبقة. بروشي لك الكارت التهنينة، خابرني بعد 12 مغلق إن شاء الله التليفون. بعد شي تريد؟ لو كان الزمن جبل لهدمته، لو كان الوقت حبل لقطعته، لو كان الحياة قفل لفتحته، لو كان البكاء سطل لملأته، لو كان لبعدك عني مسافات لمشيتها، لو كان لغيابك عني نهر لعبرته، لو كان حبي ليكتب لك بعبارات لملأت العراق عبارات بدلا من الصبات، لبعدك عني قصص وروايات، ولبعدك عني حزن واشتياقات، كيف أرويها وكيف أتحدث عنها؟ فلا يمكن التحدث عنها ولا يمكن وصفها بكلمات. كيف فعلت بي كل هذا وكيف جعلتني أشعر بكل هذا؟ لا أعرف، ولكن هناك شيء أريد قوله. لو كان لي شيء لديك لأخذته، وهو قلبك ليشعر بك في كل لحظة. صحت الصيد عمي سقفونا سمسين قد يوم احنا بعرس مع الولد صاحبنا الله يرحمه متوفى، الولد متوفى، فجابوا الأكل وقف قدامي عظام مرتب مرتب. تعرف العظام شنو؟ يعني الأكان يضرب أنسولين قبل ما يأكل حتى يدوس. حاطين لحم زين، هاي بالفاتحة. الفاتحة العينتين شو يسوي؟ لا بالعرس وعدنا العينتين شو يسوي؟ يضرب واحدة من فوق واللخ من جوه على ما يوقع اللحم عليه. أنا انطيته مجال يجيبها يمنى يجيبها يسرى يأكل هنا وعينه على الصينيين بصفنا. ليش من دار يريد يخمط له لحمه من هناك؟ مرق مسويين ترشانه ويابسه واشيل اثنين اكوهم فوق اللحم والتمن. زين هذا اندار شافه صارت لويصه قال لك هيك قلت له علي مو انا عظام قديم. هاي الطبله هنا انا وخليه راسه يعبي. حلو من تقعد راح يصير زين. يطلع من بطن امه ويحك بظهر ابوه. الشخاطه شنو؟ الشخاطه هذي كبري. سقفوا له سمشتين عمي، سقفوا له. ام قلت لي ام من الزوجة، ام من الزوجة مبروش لك الكارت. اجى فد واحد كان يدق الباب، طلع له ابني الوصاني كان ضابط عسكري. قال له عندكم مسدس مال الوالد مال؟ قال له لا والله يا ابي. من طلع تقاعد سلمنا له اياه. قال يا اخي اريد واحد اكبر منك يجيني. صدفة ابني محمد طلع من المطبخ يا اخي من اقول لك ذاك اخوك اخوك الكبير يصيح لي هو بيض ذاك 68 وهذا مولد 75. يعني قال له تعال اخويا الكبير تعال تعال جاوب مكاني بين ما معترف بي. حلو. من قال له انا ضابط كان يقول له لا العفو انا عبالي يعني انا شايفك. دا اقول وين شايفك؟ قال له اسمع اعترفت بي تقول يا ريت اخوك الكبير يجي مكانك يحكي. حلو والله عمي ام سهاد ورده مال الله. ثانك يو فيري ماتش. يا سقفوا له سمشتين لام سهاد ضرب الثريت واللحم مبروش لك الكارت. تشكر عيني الف شكر. عطين فخري ان شاء الله. نور سرى بين الجهالة والظلال فأنارها بعد الجهالة والظلال. نور سرى بين الروابي والتلال فأنارها بعد الجهالة والظلال. فيقول أن هذا الوليد رسولنا
ويقول أن هذا الوليد رسولنا فاستقبلوه بكل مدح وابتهال. الله أكبر، سقفوا لسم الشين. أحلى التحايا مني في الإعداد والتقديم علي الدلوي. لا تنسوني منو؟ علي الدلوي، كل 6 ساعات بعد الريوق وبعد الغد وبعد العشاء. انتظروني بحلقة أخرى من برنامج فكر وربح. تقبل تحيات المخرج بهاء أمبير لكم اليوم. الأمبير ب 15,000 دينار ساعة الصودة. أكيد راح نكون وياكم بحلقة أخرى من حلقات برنامج فكر وربح. أشكر حسن إصغائكم إنه متابعتكم لبرنامج فكر وربح، وأتمنى أن ما مليتونا وما ضجتوا من عندنا. غايتنا إسعادكم وفرحتكم. تحياتي لكم وين ما تكونوا، داخل وخارج العراق. إلى الملتقى في حلقة أخرى من برنامج فكر وربح، نقول باي باي. فكر وربح ويا علي الدلوي، فكر وفرح ويا علي الدلوي، فكر وربح ويا علي الدلوي، فكر وفرح ويا علي الدلوي. عنده هدايا هواي يهديها لكم، من قناة شهور مليانة فرح فيكم. أسعد أيامك ويا علي الدلوي، اربح هدايا ويا علي الدلوي، ويا علي الدلوي، ويا علي الدلوي. فكر وربح، فكر وربح، فكر وربح. صندحيح.